متابعة لأزمة السفينة الجناح بقناة السويس وجهود تعويمها بعد استجابتها لمناورات الشد والقطر، وتم تعديل مسارها بشكل ملحوظ زي ما حضراتكم كده تابعتم من الصبح بنسبة 80%. علق السفير السعودي لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية سعادة السفير أسامة بن أحمد نقلي على هذا الأمر، وقال على حسابه على تويتر: خبرة وكفاءة من المصريين بتنجح في إعادة المياه لمجاريها في قناة السويس، خالص التهاني للشقيقة مصر قيادة وحكومة وشعبا بهذا الإنجاز القياسي والتغلب على كل تعقيداته.